طبيعه الحال احنا سعداء بالتواجد بين الاربعه الاوائل في منطقه عصبه طنجه تطوان الحسيمه، اربعه فرق اللي استطعت انها توصل مباراه سد بعد واحد العناء كبير وواحد الموسم شاق اللي كان فيه صراع يعني تن اخر دوره باش الفرق حسمت التأهل ديالها. الفرق اللي متواجدة في مربع فيها ثلاث فرق مدينة طنجة زائد فريق من الحسيمة اتحاد إمزورن اللي كل واحد يتنافس على الحظوظ ديالو. احنا بطبيعة الحال كسائر الفرق يعني عملنا جميع ما يمكن عمله باش الفريق ديالنا يكون هو متوج الصعود إن شاء الله. فريق شاب، فريق طموح، عندنا استراتيجية عمل. 90% أبناء المدرسة الفريق تعرعروا من الفئات الصغرى ديال الفريق وماشي مزروبين، ما طلعناش هذا العام، يكون العام اللي موراه واللي موراه. استراتيجية الفريق هي مستمرة، ما مرتبطاش بموسم معين والعمل المتواصل. احنا عندنا واحد الحاجة اللي أهم المادة في ظل استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي حددت السن في عقامة بتحديد السن، كان أكبر مستفيد من هذه العملية هي وداد طنجة. وداد طنجة كتلعب بلاعبين معدل السن ديالهم 18-19، ما بالك إذا حقوا الصعود وغيلعبوا أقل من 23 سنة وهما 19-20 سنة، غيكونوا في أوج القوة ديالهم، في أوج العطاء ديالهم، وغيحرقوا المراحل إن شاء الله ماديا في حدود الإمكانيات اللي عندنا، وما دام أبناء الفريق ماشي لاعبين اللي كتجيبهم خارج المدينة باش كيكلفوك مبالغ طائلة، لاعبين يعني اللي داكشي اللي كنقضيو به والامور كتمشي في الطريق الصحيح.